أسباب الأمراض ما بتقتصر دائماً على سوء التغذية والعوامل الوراثية أو حتى ممارسة حركات رياضية بطريقة غير صحيحة، بالعكس بتتعداها لتضم استخدام الإنترنت كأحد مسببات الأمراض الجسدية والعقلية. بيأثر استخدام الإنترنت من خلال الحواسيب والأجهزة الذكية على قلة النظر لدى الإنسان، ومشاكل صحية في الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة وبطريقة غير صحيحة. تتعدد المشاكل الصحية الناتجة عن إدمان الإنترنت، منها مشاكل الضغط، لأنه استخدام الإنترنت لأكثر من 10 ساعات في اليوم له سلبيات كتيرة من ناحية زيادة الضغط المتكرر، ودائماً بنصح الخبراء بتحريك الجسم كل نص ساعة تقريباً. وتعتبر مشكلة زيادة الوزن من المشاكل الجسيمة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة وراء جهاز الحاسوب، لأنه المستخدم في هيك حالات ما بيقوم بأي نشاط بدني يمكنه من فقد سعرات حرارية، وزيادة السمنة بدورها ممكن تؤدي للإصابة بعدة أمراض كأمراض القلب، السكري، ضغط الدم وبعض أنواع السرطانات، عافانا وعافاكم الله. ومن أبرز المشاكل المصاحبة للجلوس الطويل على الإنترنت هو آلام الظهر والكتف والرقبة، وخاصة لما منوضع الحاسوب على الرجلين لوقت طويل، واحتمال كبير إنه يؤدي لحدوث تشنجات في العضلات. ولإجهاد العيون نصيب من استخدام الإنترنت، لأنه ممكن يسبب إحمرارها ومن ثم إصابتها بالالتهاب نتيجة عدم تحريك رمش العين بشكل متواصل من خلال النظر بالحاسوب. وخبراء الصحة دائماً بنصحوا بإراحة العينين كل 5 دقائق، أو النظر لشيء بعيد والتركيز عليه، أو التجول في المكان. وبالإضافة لكل المشاكل الصحية اللي ذكرناها، كمان الصداع من أهم المشاكل الصحية المرافقة لاستخدام الإنترنت بسبب الجلوس والتحديق في شاشة الحاسوب لفترة طويلة. والعلاج بيكون سهل وبسيط، إنه نكسر الروتين بعدم النظر إلى الشاشة لفترة من الوقت، وفي بعض الحالات يفضل ترك الحاسوب والابتعاد عنه قليلاً. ولازم نتذكر دايماً إنه نجلس بالطريقة الصحيحة أثناء استخدامنا للأجهزة الذكية، ونحرك جسمنا وأعيننا بشكل مستمر كي لا يجهد الجسم، ودائماً احموا نفسكم قبل أن تلجأوا للطبيب لحماية أنفسكم.